هربت كل من غليزان، تيارت وتسمسيلت، وربط هذه الولايات في نفس الوقت بالخط العابر للهضاب العليا، هدف سطرته الدولة لتسهيل مشروع السكة الحديدية في آفاق 2015 لتسهيل حركة التنقل وإعادة بعث المنطقة اقتصاديا. Commence à partir de Rilizan jusqu'à Tiaret sur une ligne de 220 km. À partir de Tiaret, on rentre dans la rocade du Haut Plateau sur jusqu'à Tissimsirt sur une ligne de 65 km. Et le projet a pour objectif d'améliorer les conditions de sécurité routière, l'exploitation du chemin de fer, le développement du Haut Plateau. المشروع الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من 89 مليار دينار يوظف اليوم 300 يد عاملة، فيما سيصل عند نهايته إلى خلق ما يقارب 1000 منصب شغل. ولكن الإشكال الوحيد الذي يبقى يثقل كاهل تسريع وتيرة أشغال هذا المشروع هو أصحاب الأراضي التي يمر عليها خط السكة. نعارض بشدة هذا المسار، اني با كونتر باش يكون شومان فيه حاجه مليحه بور ديزونكلافي لا ريجيون، بصح ماذا بينا يبعدوا يديروا مسار يكون دارسينه بدقه ونقدروا نحافظوا به على الاراضي الفلاحيه. من جهته رئيس المشروع اكد ان المشاورات متواصله مع الجهات المعنيه للوصول الى حل نهائي لهذا الاشكال. sont mis en contact avec les commissaires enquêteurs en collaboration avec les autorités de Wilaya pour régler les problèmes à l'amiable et de façon définitive. وللتذكير فإن المشروع تشرف على إنجازه الشركة الجزائرية أوتيا رشبي وإف سي سي الإسبانية.